معانا دلوقتي دكتور احمد اشرف عيسى، استشاري القلب والقسطره باكاديميه جراحه القلب في جامعه عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. حضرتك منورنا في كارديولوجي 2018. ممكن حضرتك تقول لنا رايك في المؤتمر؟ يعني مؤتمر كارديو أليكس مش محتاج رأي، لأن مؤتمر كارديو أليكس 2018 على مدار أكثر من 18 سنة، كل سنة عن سنة بيثبت نجاح، وكارديو أليكس أصبح علامة مميزة في طب القلب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والعالم كله. إحنا لما بنسافر مؤتمرات برة دايما اسم كارديو أليكس براند موجود كل المؤتمرات الكبيرة على مستوى العالم، فمش محتاج ان حد يتكلم عنه لان هو بيتكلم عن نفسه. يا رب دايما يا دكتور. دكتور ممكن حضرتك تقول لنا المريض يعمل ايه عشان يقي نفسه من الجلطات؟ الجلطات كلمة كبيرة، لانها مرحلة نهائية لقفل الشريان. القصة كلها ممكن اجاوب على السؤال ده بطريقة تانية، ازاي نقي ان المريض يقي نفسه من حدوث الازمات القلبية اللي قد تصل لحد الجلطة. دايما في عوامل اسمها عوامل الخطورة. عوامل الخطورة دي اللي هي بتتمثل في هل المريض ده مدخن ولا لا، هل هو عنده سكر ولا لا، طب السكر ده بقاله كم سنة، سنة اتنين غير 10 15 سنة. الحاجة التالتة، هل هو مريض ضغط وضغط وهل متزبط ولا لا ومواظب على العلاج ولا لا. الحاجة المهمة جدا اللي هي هل المريض ده مريض كوليسترول ولا لا، بالإضافة إلى سن الشخص. وفي عامل آخر وهو الفاميلي هيستوري، أو هل في تاريخ مرضي في الأسرة بيقول إن الأسرة ديت عندهم الأزمات القلبية بتبقى كثيرة ولا لا. لو مسكناهم بالتفصيل هنقول إن، وطبعا السن ونوع الشخص هل هو ذكر أو أنثى، لأن السيدات قبل انقطاع الدورة محميين بنسبة كبيرة قوي بهرمون الاستروجين أثناء الفترة اللي بتبقى موجودة فيها على مدار سنين عمرها. السن طبعا لما يبقى أكتر من 40 سنة بيبقى برضو عرضة إنه هو يجيله أزمات قلبية. لو كلمنا بقى بالتفصيل هنقول السكر، هل السكر ده متظبط ولا لا؟ اللي هي كلمة دايما بقولها ان السكر ده بيبقى عامل بياكل في الشرايين، لان السكر ده لو ما تظبطش، بالذات السكر اللي على مدار سنين طويلة وفترات طويلة مش مسيطر عليه، هيعمل مشاكل في القلب، بس على الأوعية الطرفية، على شرايين المخ، قد هتكون يعني عاملة لنا مشاكل كتير. ضغط الدم ده مش بيؤثر بس على الأوعية الدموية، ده بيأثر على كفاءة القلب، انه ممكن يعمل لنا تضخم في عضلة القلب ويخلي الشخص ما يقدرش يعمل مجهود، ويبدأ بإحساسه بالنهجان، ويبدأ بإحساسه بوجود ألم في الصدر. التدخين يعني بقى عادة سيئة، وللأسف انتقلت إلى السيدات والفتيات، الشيشة والتدخين. التدخين بيعمل جلطات بكذا طريقة، كان بس من أهم الطرق إن هو بيزود لزوجة الدم، لأن التدخين بيقلل الأكسجين، فرد فعل للجسم إن هو بنبدأ بنلاقي الهيموجلوبين عندنا بدأ يعلى، كرات الدم الحمراء بدأت تبقى كتير، كنوع يعني كحاجة طبيعية ربنا خلقها فينا إن إحنا نبدأ نعوض نقص الأكسجين في الدم. بس رد الفعل ده بيبقى له أثر جانبي، إن جلوكوز الدم بتبقى عالية، سرايين الدم بيبقى بطيء، وبالتالي اللي بيحصل إن لو المريض ده السيولة فعلا بقت بطيئة بعنف ممكن يؤدي إلى حدوث جلطات، بالإضافة طبعا هو بيؤدي إلى ارتفاع في ضربات القلب ويؤدي إلى انقباض في الأوعية الدموية، بيبقى له مشاكل تانية على مستوى الأوعية الدموية. الكوليسترول عندنا أنواع كثيرة قوي من الدهون النافعة والدهون الضارة. الدهون الضارة دي لما بترتفع عن معدلها يعني معناها إن الجسم مش قادر يتخلص منها، فنوع من أنواع الطريقة إنه بتخلص منها إن هي تترسب في جدران الأوعية الدموية. ترسبها في جدران الأوعية الدموية يؤدي إلى إيه؟ إلى إن القناة الشريانية بتبدأ تضيق،
او الشريان بيبدا يضيق. ممكن ما يبقاش العيان عنده ضغط ولا سكر، بس مش مهتم بطريقه اكله، مش مهتم بالكوليسترول بتاعه، فده يعمل لنا الكلام ده. التاريخ المرضي، التاريخ المرضي مهم، لان في عائلات بيبقى الضغط فيها منتشر، السكر فيها منتشر. ده مهم ليه؟ لان لما يبقى في شاب عنده 30 سنه وكويس، اقول له لا خد بالك، لان انت دلوقتي بقيت عرضه ان انت يجي لك حاجه زي كده، فخد بالك من الحاجات دي. ان طالما انت والدك او والدتك او اخواتك او خالاتك او اعمامك عندهم مشكله، خد بالك ان العيله عندكم فيها منتشره فيها كده، خد احتياطاتك. لو احنا قدرنا ان نتعامل مع عوامل الخطوره دي بشكل مظبوط وديناها حقها، اعتقد في وجهه نظري ان احنا بنقلل حدوث الايه، الازمات القلبيه اللي تؤدي الى حدوث الجلطات. ده ببساطه شديده، بالاضافه بقى للرياضه والاكل الصحي، وان احنا نبعد عن الضغوط والانفعالات والحاجات دي كلها، هتلاقي الامور بقت كويسه. مستني جدا لو اتحرك يا دكتور.